في ناس منا يدوب بطئ دي قوتها ويشاء القدر ان يجي المرض ويدوروا هنا وهناك والمرض ما بيرحمش. تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض نتبرع ولو بالقليل. مصر حلوة بأهلها، القليل يفرق كتير، هيرجع الأمل لناس كتير. من أجل تحسين الخدمة الطبية المجانية وإضفاء لمسة إنسانية شافية بإذن الله داووا مرضاكم بالصدقة. من أجل مرضى الأورام ومرضى القلب والكبد والكلى وأمراض النساء والأطفال وحوادث الضرب، من أجل 4000 سرير تخدم الكتير، من أجل هؤلاء نتبرع ولو بالقليل، نجفف الدمعة ونرجع البسمة. جمعية أصدقاء قصر العيني، اتبرع ولو بالقليل.